الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. نعم، بدأ بالحمد لأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لإبقاء النعمة، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الرجل منزلة العلماء، وهذه منزلة رفيعة، ولا بد أن نحمد الله، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى في أول المحاضرات، في أول القرآن، الحمد لله رب العالمين في الصلاة. نعم، وثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.